لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول في قاعة الندوات التابعة للنادي الرياضي للسككيين تم سحب قرعة صبورة النهائية للنسخة العشرين من الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للمريم مريم والتي تقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية الواحد والعشرين من الشهر الجاري القرعه التي جرت بحضور مراقبه الاتحاد الدولي للعبه افرزت عن مواجهات صعبه ابرزها الاستراليه ايلا توملينانوفيتش المصنف الأربعين عالميا والاسبانيا ارين بوريو اسكورويلا والكرواتيا بيترا مارسينكو المصنفه الاولى عالميا في سن الشابات والتي ستواجه الصينيه كينوين زين طبعا المواجهه الاولى هي التدسيري دو سيري رقم جوج ايلا من استراليا ستواجه إسبانيا بوريو اللي غني عن التعريف في الارضيه الترابيه المواجهه اللي كنتسناو كنا هي المواجهه ديال المصريه ميار شريف تواجه الصينية زينغ وكاينه المفاجأة دونك ديال النجم الشابة 16 عام كرواتيا بيترا مارسينكو اللي اللي استفدت ب... بطاقة دعوة هي ل... 16 عام وهي رقم واحد في العالم في الفتيات دونك غيكون آ... عدة ديال المنافسات ومواجهات ومو... قوية في الدوري ملاعب النادي الرياضي السككيين احتضنت يوم السبت ثماني مباريات قصد الترشح لصبور النهائية التي ستنطلق مبارياتها يوم الاحد لاعبة التنس المغربية اسمي القباج بطلة المغرب خمس سنوات وبطلة افريقيا والعرب والتي حظيت ببطاقة دعوة تعثرت بصعوبة بالغة امام الكندية كارولز هاو فبعد ان فازت في الجولة الاولى بستة مقابل ثلاثة انهزمت في الجولة الثانية بحصة سبعة مقابل خمسة والثالثة ب. C'est un peu plus de match, je Elle a fait moins de fautes et j'ai commencé à faire plus de fautes qu'avant. Mais troisième set, elle avait un meilleur physique que moi, du coup, elle a pu gagner le 7-6-3. Mais quand j'ai une chance, mais j'ai pas. j'avais des opportunités le deuxième set, mais après, j'ai. Un peu... ما un peu بيسي. إذن ان ستنطلق الجائزه الكبرى لصاحبه السمو الملكي الاميره للمريم بدخول الاسماء الكبرى المنافسات وعينها على لقب النسخه العشرين